نروح مع حضرتكم لكمان الدكتور محمد عبد الله، رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه المتكامله بوزاره الصحه. اهلا بيك يا فندم، منور. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. البرنامج ده انطلق من اكتوبر الماضي، ايه موقعه دلوقتي؟ وصلنا فيه لايه؟ ومدى التجاوب كمان مع كبار السن؟ تمام يا فندم، زي ما حضرتك قلت، واحنا بدانا في اول اكتوبر العام الماضي، وده بيوافق الاحتفال العالمي بيوم المسنين. البرنامج بيتم تنفيذه في 401 منشاه للرعايه الصحيه الاوليه على مستوى الجمهوريه. الحمد لله احنا بنلاقي يعني معدلات كبيره من التفاعل من الساده المواطنين، واحنا دلوقتي بقى عندنا اكثر من 260 الف حاله موجوده في البرنامج، تلقت الزياره الاولى من المتابعه. زي ما حضرتك عارف، احنا عندنا بيتم الزياره التقييميه دي بنقدمها بمعدل مرتين سنويا بصوره مجانيه طبعا، علشان الاكتشاف المبكر لاي امراض او اي مشاكل صحيه ممكن تكون تشكل تحدي لاهالينا من كبار السن. ايوه طيب، دي حاجه مهمه قوي. حضرتك بتقول مرتين في السنه، يعني كل 6 شهور. طيب وكمان الزياره بتبقى مجانيه، طب الناس بتتواصل معاكوا ولا انتوا بيبقى عندكوا حصر باعداد مثلا المواطنين في دور المسنين او الناس اللي ممكن تكون محتاجه هذا النوع من الرعايه الصحيه؟ يعني عمليه التواصل بتتم ازاي؟ هو طبعا احنا عملنا يعني اول حاجه في اختيار الوحدات، احنا طبعا وفرنا البرنامج تقديمه في منشات الرعايه الصحيه الاوليه، باعتبار ان هي دايما بتكون الاقرب للمواطن، ونعتبرها الخط الدفاع الصحي الاول للمواطن. تم اختيار الوحدات دي بحيث تكون موزعه على جميع المراكز وجميع الادارات الصحيه على مستوى الجمهوريه، وتكون محققه التوزيع الجغرافي الامثل. طبعا المواطن عشان يقدر يعرف اقرب منشاه صحيه بتقدم له الخدمه بيتصل على 15-335، وبيعرف اقرب، ده الخط الساخن لوزاره الصحه، وبيقدر يعرف عن طريقها اقرب وحده صحيه لعنوان سكنه او عنوان اقامته، بيتوجه له. الموضوع مش محتاج حجز، مش محتاج اي اجراءات، انت بس هو بيتفضل بالحضور لمنشاه الرعايه الصحيه الاوليه وبيتم تقديم اللازم ليه. لكن بيتهيألي في حاجه يعني في بيتضمن المشروع حاجه ليها علاقه بالزياره المنزليه مثلا؟ هو الفكرة ان احنا عندنا الخدمات اللي بنقدمها لكبير السن اغلبها خدمات زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، هدفها الوقاية، بيبقى فيها فحوصات معملية ورسم قلب وسونار وتحاليل طبعا علشان الاكتشاف المبكر لاي مشاكل، بالاضافة للفحص الاكلينيكي. فطبعا يعني احنا بيفضل دايما ان اهالينا من كبار السن يتوجهوا للوحدة الصحية، ولكن طبعا احنا عندنا دلوقتي في طفرة كبيرة حصلت في تقديم الرعاية الصحية، واحنا شفناها حتى في خدمات اللي اتقامت في مبادرات رئيس الجمهورية، والوزارة الصحة دلوقتي بقت توفر خدمات متنقلة لبعض الحاجات. يعني زي ما حضراتكم عارفين مثلا وزارة الصحة قدمت خدمات مثلا في أثناء العزل المنزلي، متابعة مرضى العزل المنزلي في فيروس كورونا، وخدمات مبادرة فيروس سي وخلافه اتعمل فيها فرق متنقلة. فالوزارة دايما عندها المبدأ ان احنا بنحرك الخدمات إذا كان في إمكانية لتحريكها علشان تقديم أقصى استفادة ممكنة، وبرضه نسهل على أهالينا طبعا. جميل. طب أسأل حضرتك سؤال، يعني طبعا الفحوصات والتحاليل بتقدم للمريض مجانا، يعني مثلا مظبوط، حاجات نسبة السكر، الهيموجلوبين، ضغط الدم وغيره. احنا كمان عندنا مبادرة 100 مليون صحة، فبتهيألي يعني المبادرة دي تتكامل مع البرنامج، صح؟ الحقيقة طبعا يا فندم، واحنا عندنا طبعا هي كله بيتكامل مع بعضه. الفكرة إن احنا يعني الاستثمار اللي تم في المبادرات 100 مليون صحة خلى دلوقتي المبادرات الجديدة بقت معمولة بشكل أكثر تحديدا لاستهداف نوع سن معين أو نوع معين. زي ما حكى في مثلا على سبيل المثال المبادرات اللي بتستهدف صحة المرأة أو صحة الأم والجنين، المبادرات اللي بتستهدف أعمار كبيرة زي أعمار البالغين، زي مثلا مبادرات الأمراض المزمنة، أو صغار السن زي مبادرات الأنيميا والتقزم. فهي المبادرات بشكل عام دلوقتي بقت تستهدف يا اما شريحه معينه على حسب السن والنوع، وبنقدم فيها مختلف الخدمات الصحيه اللي بيحتاجها الشخص ده. برنامج الرعايه الصحيه لكبار السن مش بعيد عن الموضوع ده، هو بيستهدف المواطنين فوق عمر 65 سنه عشان نغطي له الاحتياجات. وهي دي نتيجه ونفسية. فكره الحصر، ان احنا بقى عندنا حصر بالفئات المختلفه، الاطفال، الناس اللي محتاجه مثلا الكشف المبكر عن الامراض العيون، الناس اللي محتاجه الكشف عن سرطان الثدي، بقى عندنا كده حصر بكل فئه هي محتاجه ايه، ونبدا نقدم لها الخدمه دي ضمن المشروع الاكبر يعني تقديم خدمات صحيه متكامله. طب بالنسبه لكبار السن والناس اللي هم فوق ال 65 سنه، هل عندنا حصر باعدادهم وقد ايه قضوا للفحص لحد دلوقتي؟
الجوهر بتاع اللي قامت عليه مبادرات 100 مليون صحه، ان احنا بنعيد ترسيم الخريطه الصحيه لجمهوريه مصر العربيه. بنبدا نحدد الاول الاماكن المستهدفين بالخدمه، بنبدا نعمل حصر ليهم ونحصر للنتائج النتائج الفحوصات عشان نقدر نعرف التحديات اللي بتواجهنا وعشان نقدر نحدد ونخطط للمستقبل بشكل احسن. وده اللي احنا قايمين عليه ابتداء من مبادره فيروس ايب مرورا بجميع المبادرات اللي احنا ماشيين فيها. احنا بنحدد مين الفئه المستهدفه، اي اماكن اللي اقرب لتقديم الخدمه، اسهل الطرق، وبعدين تحليل البيانات اللي بيوضح لنا التحديات اللي بتقابلنا. جميل ممتاز. جدا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الله رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه المتكامله بوزاره الصحه.